فالبولي ارترايت نودوز يا جماعه هي ميديوم سايز فاسكولايتس مأثره على ال مش الادفنتيشيا، الميديا، الميديا بتاع البلاد فيزل ارتري نفسه، فعامله فيبرينويد ديجنريشن فيه. هل معاها جرانيلوما؟ لا. هل معاها لانج سيمتوم؟ لا. هل معاها نفرايتس؟ غالبا لا. هل معاها رينال هايبر تنشن؟ ايوه. عشان كده يعني هي عندها رينال هايبر تنشن انما ما عندهاش جلومينفرايتس، انما الثانيه تشارج ترانس ما عندهاش خالص علاقه بالكدني خالص. عشان كده لما حطوها الاثنين في السؤال اخترنا التشارج ستراوس. طيب مونو نيورايتس مالتي بلكس كومن، يعني هي نيورولوجيكال اكتر ومعاها جي اي تي سيمتوم اكتر، تمام. هل معاها اي؟ لا. انكا بوزيتيف؟ لا. كونستيتيوشن سيمتوم؟ طبعا يس، كونستيتيوشن سيمتوم في بانيروكس هيدروكوماليز ومعاها مايكرو نودولار ستراكشر في البريفرال ليمب في الديستريبيوشن بتاع الفاسكولايتس بتاعتها. هل فيها مايكرو انيوريزم؟ يس. البولي ارتريتس نودوزا فيها مايكرو انيوريزم زيها زي الكواساكي. فبنخاف على الكرونري، على الهارت، ماشي، بنخاف على الجي تي، بنخاف على اللي هي النيرفات مونو نيورايتس مالتيبلكس. بص كده الكلينيكال بيكتشر، تندر سبكوتينيوس نودول معاها طبعا زي اي ميديم سايز فاسكولايز ليدر جلاس ليدر سموزا ريتي فورم بيربرا كوتينيوس التريشن ديجيتال انفاركشن ونكروز، ده خلاص احنا اتعودنا عليه ده. طيب في فريكوينت ديفلوبمنت اوف اكسترا كوتينيوس مانيفستيشن زي الفيفر ارترالجيا نيوروباسي تيبيكالي مالد ترانزيان ان كونتراست تو مور سيجنيفيكانت اكسترا كوتينيوس مانيفستيشن بتاع السيستميك بولي ارترايتس نودوز. البولي ارترايتس نودوز عباره عن اميون كومبلكس، بس مش اميون جلوبين اي، اميون كومبلكس اميون جلوبين ام بيترسب على البلاد فيزل طبعا، وهو which play a role in complement activation فبيعمل دامج للبلاد فيزل، تمام. الميورال انفلاميشن بول ميديوم سايز بلاد فيزل فبيعمل انيوريزمال رابشر دايلاتيشن ويعمل تيشو نيكروز، تمام. بنخاف قوي من الايه، في حاجه اسمها ايه يعني انها لا تكون بيجنر جرانيلوماتوزس، بس هي مش جرانيلوم. امال ايه الحاجات بقى الديفرنشال دايجنوستكس بتاعتها؟ الحاجات الاذر فاسكولايتس فيها نوديول زي الفيجنر، بس الفيجنر فيها نوديول صحيح بس فيها جرانيلوما مايكروسكوبيك بولي انجايتس، دي برضو من الجرانيلوما اللي هي فيها انكا. الشارج ستراوس برضو فيها انكا بس دي فيها الثانيه بيبقى فيها ايزينوفيل كتير، الثلاثه دول هم الانكا جرانيلوماتس فاسكولايتس. امال مين جلوبين ايه فاسكولايتس؟ طبعا مين في ام بي انكا ومين فيهم سي انكا؟ دبليو سي، يبقى فيجنر جرامتوزس هي الوحيده اللي سي انكا، انما مايكروسكوب ولي انجايت وتشارج ستراوس دول هم ايه اللي فيهم البي انكا. سي انكا ايه الماركر بتاعها؟ الصمت الرهيب. طب البي انكا اذا ايه المنظر الماركر بتاع البي انكا؟ هو الميلو بروكسيديز. امال السي انكا؟ بروتينيز 3. السي انكا بروتينيز 3 ميلو بروكسيديز، ده اسمه الايه؟ البي انكا. طيب في كرايوجلوبينيميك فاسكولايتس بيبقى معاها عاده روماتويد فاكتور بوزيتيف، لان ثلاث انواع كرايوجلوبينيميك فاسكولايتس هنشوفها دلوقتي. دراج انجوز فاسكولايتس دي بتبقى في هيستوري اوف دراج انتيك معاها ايزينوفيل بس ما فيش جرانيلوم. كل الحاجات دي it is associated يعني differential diagnosis بولي ارترايتس نودوزا، تمام. بص كده المقارنه ما بين الانواع اللي هي الحاجات الانكا وما بين البولي ارترايتس نودوزا. المايكروسكوبيك بولي انجايتس فيها ايه؟ سمول تو ميديوم بلاد فيزل، ارتريول تو بينيول، ما فيش جرانيلوما، ما فيش جلومينفرايتس، ما فيش لانج سيمتوم، ما فيش ما فيش يعني هي صحيح انكا بس مش جرانيلوما. مايكروسكوب انجايتس هي الوحيده اللي مش جرانيلوما في وسط الانكا، يعني فيجنر دي جرانيلوماتس، تشارج ستراوس جرانيلوماتس ومعاها الزينوفيل، الوحيده اللي مش جرانيلوما هي المايكروسكوبيك بولي انجايتس. هل فيها رينال هايبرتنشن زي التشارج ستراوس قصدي زي البولي انجايتس؟ لا، ما فيش ولا واحده فيهم ليها رينال هايبرتنشن، والاثنين دول فيهم رينال افكشن جلومينفرايتس، انما تشارج ستراوس هي الوحيده اللي ما فيهاش جلومينفرايتس. بولي ارتيتس نودوزا ما فيهاش جلومينفرايتس بس فيها رينال هايبرتنشن. المونو نيورايتس مالتي بلكس هي كومن في البولي ارتيتس نودوزا والمايكروسكوبيك بولي انجايتس. جي اي تي سيمتوم هي كومن في التشارج ستراوس وفي البولي ارتيتس نودوزا. اي مانيفستيشن هي كومن فقط في الجوي فيجنر والمونو مايكروسكوبيك بولي انجايتس.
الانكا بوزيتيفيتي، دي اسمها بي بوزيتيف، دي اسمها سي بوزيتيف، دي اسمها بي بوزيتيف. خلاص طيب انا نسيت اكتب يس، ما دي يس طبعا شارج ستراوس يس اكيد يعني. اه ياني من البشرة، اوحش حاجة اخرتها للاخر لانها فظيعة، انا ما بحبهاش ابدا. فيها تجمعات كده شوفي كلها يعني، حاولت اجمعها في اقل كم ممكن بس برضو طويلة مفيش فايدة فيها. يبقى الثلاثة دول هم انكا، واحدة بي واحدة سي واحدة بي اهي. خلاص فيها كونستيتيوشن سيمتوم، كلهم فيهم كونستيتيوشن سيمتوم، في بيروكسيد وكوماليز، فيها مايكرو انيوريزم كلهم ما فيهمش ما عدا البولي ارتايتس ندوز، بنخاف على الكروناري قوي، بس هي مين النيورولوجيكال يعني البولي ارتايتس وساكي الكروناري اكتر. تمام الاذر مانيفستيشن مايكروسكوبيك بولي انجايتس، تلاقي فيها بي انكا النوز، بيفسد النوز في الفيجنر، وممكن تزودي عندك لما تيجي تتصوري الورق ان بيبقى ايه اللي هي فيجنر جرامنتوز، عنده حاجه اسمها ايه ستروبيري جم. يبقى ايه الستروبيري اللي انت شفتيها في الجلديه؟ في ستروبيري تانج دي بتاعت الايه سكارلت فيفر، وستروبيري وستروبيري جامز اللي بتاع الفيجنر جرانيلوماتوز. الفيجنر بيبقى عنده سوري تشارج ستراس، عندها بريفرال زينوفيليا، عندها الرجيك راينيتس، دي بي انكا، دي بي انكا اللي في النص ده سي انكا، وبيسالوكي ايه هو الانكا، لو سي انكا تقولي بروتينيز 3، لو بي انكا تقولي مايلو بيروكسيديز. شوفي هي بي انكا ومع ذلك مش بادية بحرف البي، البروتين بتاعها في النص، البي بتاعها في النص مايلو بيروكسيديز. طيب انما هنا ده الاذر مانيفستيشن ريتيفورم بيربر الفيدو ريتيكولاريس والفيدو راسيموزا والستريشن وجنجرين، هو دي البولي ارتراتيس. طيب مانجمنت يعني ايه انفستيجيشن اند تريتمنت، تعملها انفستيجيشن ازاي؟ سي بي سي عشان تشوف الانيميا والليكوسايتوزس، لان بتبقى ايه اسوشيتد مع اوتو اميون ديزيز او انفلاميشن. طيب يورين اناليسيز هيماتوريا عند ار بي سي سكاست، هل في موجوده، هل هي معاها اللي هي رينال افكشن ولا لا؟ تمام ثواني، هي معاها جلوميرولونفرايتس ورينال هايبرتنشن، دي معاها رينال هايبرتنشن انما معهاش جلوميرولونفرايتس. تمام يعني بشوفي كده بيدوروا ازاي في الهيماتوريا والار بي سي سكاس، لان احتمال يبقى عندها ايه الرينال افكشن، انما تشارج ستراوس عمرك ما بتعملي في الانفستيجيشن ابدا بتاعتها يورين اناليسيس، مالهاش دعوه. عشان كده لما نزلوا مع بعض بول ارتايتس ندوزا وتشارج ستراوس، محدش عبر بول ارتايتس ندوزا وبصينا على تشارج ستراوس على طول، لان دي احتمال يبقى فيها رينال هايبرتنشن، فيبقى ممكن يبقى فيها بعض الايه المانيفستيشن. ايكو انجيوجراف عشان بنخاف مايكرو انيوريزما او ستينوزس في الهارت الكورونري. ان شيلدرن كونسيدر انتي سيرتولايزن اوتيترول سبب في البولار تراس ندوزا. في الادلت كونسيدر هيباتيتس بي فيروس اهي بي اهي. بانش بايوبسي استوباتولوجيك اكزامينيشن هتلاقي فيه الترايات بتاعت الباسكولات، قولي لهم لي كده الترايات فراحي قلبي. ايوه انفلاماتوري انفلتريت واكسترا بازيشن بار بي سي. تمام تريتمنت اوف كوتينيوس سب تايب اوف بولي ارتايتس ندوزا، احنا قلنا البولي ارتايتس ندوزا يا اما كوتينيوس بيور يا اما ممكن معاها سيستميك مانيفستيشن. الكوتينيوس تاخدي نان سترويدال انتي انفلاماتوري، تاخدي كورتيزون باي روت اورال او انتراليجنال بس لمده 3 ل 6 شهور. الاطفال ياخدوا بنسلين عشان هو السبب بتاعهم ستريبتوكوكال انفكشن، والادلت تعالجي فيهم هيباتيتس بي. Which of the following is neutrophilic dermatosis؟ هل هي اريثيما اليفاتم ديتنام، اريثيما انرس ديفيوزا، اريثيما جيراتم ريفن، ليبيدو ريتيكولاريس، اريثيما كرونيكا ماجران؟ اريثيما اليفاتم ديتنام طبعا. طيب دي الاريثيما اليفاتم ديتنام نوع من انواع الايه اللوكالايزد لوكالايزد ايه جرانيلوماتس فاسكولايتس، او مش جرانيلوماتس يعني هي لوكالايزد ايه فاسكولايتس يعني. خلاص بتبقى شوفي مبططه ازاي، انما بصي الجرانيوما فاشيال بتبقى مليانه ايه دايليتد هير فوليكل ازاي، ادي جرانيوما فاشيال بعد ما ادمت بقى لونها بني. خلاص الايزينوفيليك درماتوزس بنقسمها ازاي عشان نعرف نحفظها، شوفي كتيره ازاي،
محفظين ازاي دول؟ لا يمكن. فعشان كده استمتار صراحة لإيزونوفيليك درماتيتس والجرانيلوماتس إيزونوفيليك درماتيتس. فبص كده اللي هي العادية اللي ما فيهاش جرانيلوما زي ايه اللي هي اكيد ببكي بإيزونوفيليك فاشايتس دي اسمها اللي هي الإيزونوفيليك. ثانية واحدة اوريكي دي اسمها ايه إيزونوفيليك درماتوزس بس اللي هي اكيد ببكي ايه اسمها إيزونوفيليك درماتوز. انما اللي هي الجرانيلوماتس بحفظها بايه بشيك جرانيلوما فاشيال شيك جرانيلوما فاشيال. طب نرجع بقى نقراهم مع بعض. اكيد ببكي بإيزونوفيليك فاشايتس هي دي بتاعت الايه الإيزونوفيليك درماتوزس من غير جرانيلوما. الالهي اللي هي انجيولينفويد هايبربليزيا وديزينوفيليا. الكيمورا هي شبيهه بتاعتها بس بتبقى في الليمف نود بتبقى معاها ايزينوفيل خلاص تبقى ريترو اوريكولار في البوستيرو نيك معاها سيفير اتشنج معاها ايمينوجلوبين اي عالي جدا. انما ده جاست ايه ايزينوفيليا ما معاهاش ايمينوجلوبين اي بتبقى حاجه سوبرفيشال كده في الجلد انما مش بتبقى تحت ديب زي الكيمورا ديزيز. الياه اريثيما توكسيكا من الناتورم والايزينوفيليك فولكلايتس. الدال دراج انديوس كوتينيوس كوتينيوس سمول فيزل فاسكولايتس والارتكاريا فاسكولايتس بيبقى فيها ايزينوفيليك برضه ما دام دراج انديوس. البابيلر ارتكاريا برضه بتبقى ايه بي اهي البي اكيد ببكي بايزينوفيليك فاشايتس. فالبي الثانيه بابيلر ارتكاريا او ممكن تدخلي معاها سي باثر ايربشن وسويمرز اتش. دي بس الرفشه اللي انت سالتيني فيها اللي هي بتاعت الايه اللي هي الشعب المرجانيه وبتاعت الجيلي فيش تمام. سويمرز اتش لا دي بتاعت السركاريا وبتاعت البلهارزيز دي في الميه العذبه ودي في الميه الايه المالحه. عاده بتاعت الجيلي فيش بتبقى بابيلر ايربشن كده تحت المايو في الباثينج سوت اريا زيها زي مين؟ مين اللي برضه بتاخد الباتنج سوت اريا في الامراض؟ ام اف برافو عليك. انما سويمرز اتش بتبقى عاده تيجي في البريسري. خلي بالك اللي بيعوم في البحر ويجي له لينير ليجن في ايديه ورجليه دي بتاعت الشعب المرجانيه. هي يعني عشان كده مش شبه قوي بتاع الجيلي فيش. الجيلي فيش بيبقى فيها نيموسايتس صغيره كده تدخل تحت المايو تقرصه. فتعمل له نقط 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 كده تحت المايو دي اسمها السي باتر ايربشن. انما سويمرز اتش عاده بتيجي في البريفرال اريا اللي هي لمسه الميه. في حاجه البيه الثانيه بابلو ريترو ديرما اوف اوفوجي. الكاف كونتاكت الرجيك درماتيتس ومعاها بقى انواع الاكزيما ايد ايد ديزيز اللي هي ديسكويد اكزيما بس بتيجي في اليهود وما بتخفش بسرعه. تمام ده الايه الكاف. الياه انكونتيننشا بيجمنتاي. تخيلي الكونتيننشا بيجمنتاي كان فيها ايزينوفيلز ماشيه الونج ذا بلاشكوز لاين. طيب البه اللي هي اكيد ببكي بايزينوفيليك فاشات. البه ديت الاخيره اللي هي بولس اند ايزينوفيليك سبونجوز. طيب الاي اللي هي ايزينوفيليك فاشات. خلاص خلصنا كده الايزينوفيليك درماتوز. نتكلم بقى على الدرماتوز اللي هي اللي فيها جرانيلوما. شارج ستراوس دي اسمها ايزينوفيليك جرانيلوما. ايزينوفيليك جرانيلوما اوف بون دي برضه ايزينوفيليك جرانيلوما. كرونيك ويلز ديزيز ايزينوفيليك جرانيلوما. جرانيلوما فاشيال برضه فيها ايزينوفيل ماشي رغم ان احنا بنقول عليها نيتروفيليك هي والارتيما الفيتام ديتانم بس هي برضه فيها الاثنين فيها ايزينوفيل ونيتروفيل. تمام نعيدهم تاني ايزينوفيليك اكيد ببكي بايزينوفيليك فاشايتس. قوليها الف يعني ايه الهي اللي هي ايه انجيلينفويد هايبربليزيا اوف ايزينوفيليا. الكاف كيمورا ديزيز الياه كيمورا ديزيز. الارثيما توكسيكا من الناتورم. الدال دراج انديوز فاسكولايتس. البه فابيلر ارتكاريا مع سي باثر ايربشن مع سومرز اتش. البه فابيلر ريترو ديرما اوف اوفوجي. طيب الدال لا ده البه خلاص. الكاف كونتاكت درماتايتس. الياه انكونتيننشا بيجمنتاي. البه اللي لوحدها كده يا عيني البولس بولس اند ايزينوفيليكس بونجوزس. طب الايزينوفيليك فاشيتس خلصناها اخيرا. انما حاجات ايزينوفيليك درماتوزس اللي هي جرانيلو اللي هي ايزينوفيليك ما اسمهاش ايزينوفيليك درماتوز بقى اسمها ايزينوفيليك جرانيولوما. جرانيولوما هي دي تحفظيها بكلمه ايه؟ شيك جرانيولوما فاشيال. ايه بقى الشيك جرانيولوما فاشيال دي؟
اليوم معايا شيك يعني تشارلز ستراوس. ايه المشكلة؟ ماشي تمام خلاص كده هترضى تتحرك. معلش يا ولاء المحاضرة كان النهاردة طويلة بس هنعمل ايه؟ هي الفاسكولايتس جرانيلومتس. قولي معايا شين تشارلز ستراوس دي بي انت ولا سيانكا؟ دي بي في انكا. برافو. الوحيده السي هي البيجما. الياه ايزينوفيليك جرانيلوما اوف بوند بتاعت الايه؟ لانجر هان سيل هيستوسايتوز. الكاف كرونيك ويلز ديزيز والجرانيلوما فاشيا. دول هم الاربعه. لما يجي لك سؤال قولي لي ايه هم الجرانيلوما؟ جرانيلوما اللي هي ايزينوفيليك جرانيلوما. لو جالك سؤال في الكلينيكال في السلايد دي ايه ومنشن وات ار ذا ايزينوفيليك جرانيلوما تقولي الاربعه دول. تشارلز ستراوت ايزينوفيليك جرانيلوما اوف بوند جرانيلوما فاشيال وكرونيك ويلز ديزيز. تعرفي تحفظين بكلمه شيك جرانيلوما فاشيال او جرانيلوما فاشيال شيك. الجرانيلوما فاشيال شيك يبقى احنا ممكن نكتبها كده. يبقى نعملها ايه هنا كده؟ مش هتنفع. المهم يعني هنخلي الجرانيلوما فاشيال دي في الاول. يبقى جرانيلوما فاشيال هي واحده شيك هي دي اللي تعمل الايه الايزينوفيليك جرانيلوم. خلاص عرفت تقسميهم تمام. الايزينوفيليك سبونجوز مش بقول لك بولس اللي انا كنت بقولها به البه لوحدها دي به. قلت لك ايزينوفيليك جرانيلوما فون قلت هي بولس اند ايزينوفيليك سبونجوز. نتكلم بقى عن بولس اند ايزينوفيليك سبونجوز. مين هم دول اللي هم بيزيكلو بول اللي هي بنفيدس فالجارس بنفيدس فوسيل فوليشيس البنفيدس سيرفيتيفورم بولس بنفيجوت. كل ده بولس وايزينوفيليك درماتايتس سيرفيتيفورم لينير امينوجلون ايه درماتوزس. هي نيتروفيليك الحقيقه بس ايه ممكن يبقى فيها لو هي دراج انديوز. نتكلم نقول ايه عشان نبقى واضحين يعني لو هي دي دراج انديوز دراج انديوز نزلت مني تحت تقريبا لينير اميونوجلوبين اي درماتوزس تبقى فيها ايزينوفيليك. انما لو هي لينير اميونوجلوبين اي بس دي نيتروفيليك ماشي الرجيك كونتاكت درماتايتس برضه فيها ايزينوفيليك. يبقى كل دول احنا خدناهم في البنفيجاس بنفيجاس فالجارس بنفيجاس فوليشيس بنفيجاس سيرفيتيفورم دي مليانين ايزينوفيليك. طب دول احنا خدناهم في البولس بنفيجاي فبولس بنفيجاي ودرماتايتس سيرفيتيفورم برضه خدناها في السابق بديرمال. دراج انديوز والرجيك دول برضه فيهم ايزينوفيليك. ده تشارلز ستراوس يبقى عنده شوفي راينايتس وعنده نزل بوليبس وعنده ازمه وعنده جي اي تي افكشن. تعرفيها ازاي ان عنده ازمه وايزينوفيليا وعنده مونو او بولي نيوروباثي برضه عنده النيرف افكشن واضح جدا زي بيقول ارتايتس ميدوزا عنده ابلمونري افكشن بارا نيزل ساينس عنده اكسترا فاسكولار ايزينوفيل. ما حدش جاب سيره الرينال خالص. الرينال اتذكرت في البولار تايتس ميدوزا ان بيعمل رينال هايبر تنشن بس انما كل الحاجات ممكن تاثر على الكدني الا تشارج ستراوس. تمام تشارج ستراوس اهو السيستم المانيفستيشن بتاعته فظيعه الصوره. عنده ساينوسايتس عنده ازمه عنده بولي نيرف دامج عنده تندرنس وفيلينج اوف انويلنس لان ده نيرف سيستم ومصل بين وارثرايتس. دي اسمها الزينوفيليك جرانيلوما اوف بون بتيجي ذا موست بناين تايب اوف لانجر هاند سيل هيستوسايتوز فيري بينفول فبتتشال على طول وما بترجعش تاني. هي دي الزينوفيليك جرانيلوما اوف بون. كرونيك ويلز ديزيز ده بيبقى اتشي بيرننج سنسيشن بشكل الايه سيلولايتس كده بس تيجي تفحصيه ما تلاقيش فيه هوتنس وما تلاقيش فيه نيتروفيل مليان ايزينوفيل وموجود في فليم فيجر تحت الميكروسكوب. دي اسمها ايه الويلز ديزيز. لما بيتاخر في العلاج ويتحول الى كرونيك ممكن يبقى في شويه هيستوسايت فبنسميه الكرونيك تايب اوف ويلز ديزيز نوع من انواع الايزينوفيليك جرانيلوم. هيستوباثولوجي ديرمال ديفيوز انفلترت بريفاسكولار انترستيشن ايزينوفيل ممكن لو قدم يتحول يجي معاه هيستوسايت فتقلب بجرانيلوم. اولد ليجن مي شو جرانيلوماتس ليجن والسنترال فليم فيجر هاف سبب ديرمال ايديما وممكن يبقى عندها ايزينوفيليك سبونجوزس ما معهاش فاسكولايتس. ايزينوفيليك سيلولايتس بالظبط بالظبط عامله زي السيلولايتس العاديه بس ما فيهاش بين وما فيهاش ايه كونستيتيوشنال مانيفستيشن ما فيهاش هوتنس هي زي اللي انا وريتها لك كده شكلها عامل ازاي ولا في اريثيما حوالين الليجن عاليه كده بس عامله زي الارتكاري.
تمام؟ الإيزونوفيليك سيلولايتس إيه؟ في ريكواير اثنين ميجر وواحدة ماينور كريتيريا عشان تتشخص. إيه الميجر كريتيريا؟ الكلينيكال بيكتشر بتاعتها إنها اتشي راذر ذان بينفول، وما فيهاش إريثيما ولا هوتنس، وما فيهاش كونستيوشن سيمتوم، ما فيش سيستميك ديزيز خالص معاها. بيحصل لها ريلابس كل شوية ترجع له. الهيستولوجي بتاعها مليان إيزونوفيل وفي فليم فيجر. فعايزين احنا ايه؟ اثنين ميجر عشان نشخص. امال ايه الماينور؟ ان هي الميجر كرايتيريا اهم حاجه الميجر، ولو لقيت انا الماينور ومش كاتبينها وان ماينور كرايتيريا بس اهم حاجه ده الميجر اهو، اللي هي ميجر كرايتيريا ويلز سندروم كلينيكال بيكتشر والافيدنس سيستميك ديزيز ريلابس انكريمنتنج كورس هيستولوجي كومبرايز ايزوفيليك انفلتريت وفليم فيجر. طيب فليم فيجر ار نوت بوتنومونيك اوف ويلز ديزيز، ليه؟ لانه موجود في حاجات ثانيه زي الحاجات اللي فيها ايه بولس الزينوفيليك سبونجوز زي البولس بنتيفايد الارثروبود بايت برضو يبقى فيها فليم فيجر. الزينوفيليك جرانيلوماتوزس والبولي انجايتس نوع من انواع الايه الجرانيلوما اللي هي ايه وبارازيتك انفكشن. ماشي يا جماعه. الماين اي هي الماينور كرايتيريا، ان بيبقى فيه بريفرال ايزينوفيليا، بيبقى الهيستولوجي فيه جرانيلوما، ان يبقى فيه فليم فيجر، ان يبقى فيه تريجر انفكت زي الدواء، ان البريفرال حوالي 50% اوف كيسز از نوت ريكوايرد فور دايجنوزس للايزينوفيليا دي. فالبريفرال ايزينوفيليا افكت ابروكسيمتلي 50% بس من البيشنت، بات ات از نوت ريكوايرد فور دايجنوزس. ده هنت يعني مش 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 رقم. هم اربعه ماينور كرايتيريا اهم اللي هي بريفرال ايزينوفيليا والهيستوباثولوجي فيها جرانيلوما تسليجن فيها فليم فيجر والتريجر فاكتور هو دراج. دي اسمها الويل ديزيز. حلها اورال كورتيكوستيرويد. الارثروبود بايت انسك بايت سبايدر بيملى المكان ايزينوفيلز ويبقى فيها انفلاماتوري اكشن بيبقى فيها بابيلونودرال ليجن نوع من الايه الانترفيس درماتيتس بيحصل بسبب قرصه الانسك او ارست السكيبس. طب جرام فشار ارسيم الفيتام ديتام نرجع لهم تاني قلنا لك ان هو مينلي نيتروفيليك بس ممكن يبقى معاها ايزينوفيل. جرام فشار اتس مينلي ايزينوفيليك. فنرجع تاني نقول لهم اللي انا جرانيلوماتس وقلنا الجرانيلوماتس خلاص قلناهم اللي هم اربعه. مين الجرانيلوماتس اللي هي جرانيلوما فشال شي مين شيك دي؟ شارد تراوت ايزينوفيليك جرانيلوما بون شيك كرونيك ويلز سندروم. كرونيك ويلز سندروم الالهي هي دي هي دي استغفر الله العظيم يعني ما نقولش كده يا بس هي هي الابريفيشن بتاعتها كده اللي هي داسكي اريثيماتوس بروريتيك تندر نوجول بتبقى اسمها ايه الانجيو ليمفويد هايبر بليزيا وذ ايزينوفيليا. تمام فالانجيو ليمفويد هايبر بليزيا وذ ايزينوفيليا الديفرنشال دايجنوز بتاعها الكيمورا ديزيز بيبقى ديب وبيبقى من ايه عامل ايه الدنيا ومكتر. داسكي اريثيماتوس بريتيك تندر نوجول في السكالب واراوند ذا اير موديل ايزينوفيليا اوف ذا بلاد هي اسمها انجل انفويد هايبربليزيا والايزينوفيليا. الانجل انفويد هايبربليزيا والايزينوفيليا بيحصل فيها ايه ديرمال باسكو نوجول فيري اوريكولار سكالب ونيك. الهيستوباثولوجي اندوثيليال سيل بروليفريشن فيها ايبيثيليويد وهيستويد سيل باكيليتد سايتوبلازم هي نوع من انواع الباسكولار تيومر على فكره بس يبقى معاها ايزينوفيليا عشان كده هي مشروحه في شابتر تيومر في عاصم محطوطه في الكتاب الكحلي في عاصم. الحل بتاعها انك تشيليها تدي معاها ايزوتوتونين وانترليجن انجكشن كورتيكوستيرويد. ديفرنشال دايجنوز قلنا الكيمورا ديزيز اهي ده شكل الكيمورا شوفي ما فيش اي اي ابيدرمال مانيفستيشن ما فيش كلها تحت الجلد خلاص يبقى الليمف نود هي اللي كبيره دي المانيفستيشن بتاعتها انجل انفود هايبربليزيا والكيمورا. ايه الفرق بينهم؟ يعني يبقى الليمفويد تيشو اكتر منه فاسكولار انما دي مينلي فاسكولار خلاص فمينلي دي فاسكولار مينلي ليمفاتويد تيشو عشان كده بيحصل فيها هنا ابيدرمال تشينج دي ما فيهاش ابيدرمال تشينج دي مليانه ايمينوجلوبين اي دي ما فيهاش ايمينوجلوبين اي. تمام هتلاقي ايه بريزنس اوف سموث ماسل بلاد فيزل وول ابسنس اوف ذا سموث ماسل اوف فيزل وول ما فيهاش فيزل وول خالص هنا فيها ميوسين هنا ابسنت ميوسين. بلاد فيزل انلارجد اندوثيليال سيلز ما فيش خالص مالهاش دعوه بالبلاد فيزل دي مالهاش دعوه بالليمفويد يعني لا دي فيها ليمفويد تيشو انما دي اونلي ليمفويد تيشو معاها ايزينوفيل خلاص
ده الوصف بتاعها الهيستوباثولوجي، وده عندها ايزينوفيلز رينج فروم نان تو ميني، انما ده عندها نيومرس ايزينوفيلز. سبكوتينيوس تيشو از نوت ريبليسد باي فايبروزيس، ات دازنت اكستند تو ذا ماسل فاشن. تمام. من ضمن الحاجات اللي هي الايزينوفيلك درماتوزيس الاريثيما توكسيكام نيوناتورا. انا عايزه قبل ما نخلص المحاضره دي عايزه اديكم هوم ورك، وكل واحد يبعتها لي على الخاص ورقه مكتوبه، قارني لي ما بين الانوكسولاين فيبرا والاكيوت هيموراجيك اديما اوف انفنت. من الحاجات المهمه جدا لو سمحتوا قارنوها وبعتوها لي على الخاص وانا هصححها. ماشي تمام. الاريثيما توكسيكام نرجع لموضوعنا للايه، الحاجات اللي هي فيها ايه ديفرنشال دياجنوزيس اوف ايه اوفيزينو في اللي هي بابكي ب ايزينوفيليك فاشيتس، فاللي هي اللي بتاعت بابكي هي دي الارثيما توكسيكا من الناتورا، بتيجي في اول اسبوع وتنتهي خلال اسبوعين، تبقى بين بوينت بابيولز وحواليها ارثيما جامده جدا في وش الطفل، فدي اسمها، وتيجي تقيس الدم بتاعه تلاقي مليان ايزينوفيليا. هي دي الارثيما توكسيكا من الناتورا، دي سيلف ليميتنج وبنان كونديشن بتحصل في اطفال كتير. شوف عامله ازاي بابيلر ايربشن ازاي. انا لما اشوف الايزينوفيليك فوليكولايتس تفكرني بعمرو دياب، مش عمرو دياب هو الهضبه، هي الايزينوفيليك فاشيتس هضبه برضه، حاجه ناعمه كده دوم شيب وليست بين بوينت بابيول زي ما هي موجوده في الايزينوفيليك في اللي هي الارثيما توكسيكا من الناتورا. لا بالعكس عامله زي الهضبه، عامله زي عمرو دياب. افتكر الايزينوفيليك فوليكولايتس وعمرو دياب. ادي الايزينوفيليك فوليكولايتس قلنا فيها ثلاث انواع، يا اما الاوفوجي يا اما الايدز يا اما مع طفل صغير تبقى عاده في السكالب بتاعه. دراج انديوسد كوتينيوس سمول فيزل فاسكولايتس بيبقى برده معاها ايزينوفيليك انفلتريشن. فدراج انديوسد كلمه نسبك اللي هي ايه، اللي هي نان استرويدال والسلفوناميد والبنسلين والسيفالوسفورين وكونتراسبتيف بيلز. طيب ايزينوفيليك درماتايتس نرجع تاني، اكيد بابكي بايزينوفيليك فاشايتس، قلناهم كده خلصنا الايه دراج انديوسد. في البابيلر ارتكاريا والاهي بابل ارتكاريا والارتكاريا فاسكولايتس، انا كل شويه بجيب اللوحه دي عشان افكركم بيها بس، انما مش هنضيع وقت فيها ان شاء الله. فهي بابل ارتكاريا والارتكاريا فاسكولايتس السي باس ايربشن والسومرز اتش، ايه الفرق بينهم؟ دي اسمها بابل ارتكاريا، دي بتبقى قرصه حشره او قرصه ماي. اسمه ايه الماي ده؟ شايليتيلا ماي. شايليتيلا ماي بتبقى السجاجيد القديمه في البيوت بتعمل بابل ارتكاريا في الاطفال، دي اسمها ارتكاريا فاسكولايتس. هي 5 بي وليهم كده في سرك ماشي، انما دي الارتكاب سكولايتس مور بيرفيريك مور بينفول هيستوباثولوجي بيرزيستنت. ايه البي الاخيره؟ لما تفتكريها قوليها لي. المهم السويمرز اتش ذيز سي باتر ايربشن. ايوه بص انفلاماتوري هاي بارتجمنتيشن، الله ينور عليك. السي باتر ايربشن ده جيلي فيش او امل البحر او الايه انيمون، الانيمون اللي انت قلت لي عليها ايه اللي هي كاتبها احمد كامل الكورال ريف درماتايتس، هي الايه السي انيمون او اللي هي بيسموها الشعب المرجانيه او كورال ريف درماتايتس. دي بتبقى عاده في السي ووتر، ودي بتبقى جايه في الباثينج سوت اريا والانترتيجنس اريا، انما الاكسبوزد اريا دي اللي بتتعرض للشعب المرجانيه تديكي لينير ليجن، انما السويمرز اتش بتبقى بابولار ليجن بس في الايه في الاكستريميتيز فقط في الاكسبوزد اريا اللي لمست الايه البتاع اللي هي الماي. لو تبقى لينير ريجن كده دي كورال ريف درماتايتس، انما تبقى بابولار ليجن تحت المايو دي هي دي السي باتر ايربشن بتاعت الايه الجيلي فيش وبتاعت امل البحر، حاجات صغيره كده تدخل تحت المايو وتقرص. تمام. جات لهم في البورد العربي، سوري يا ربي، في الزماله المصريه دخلوا اول صوره في الكلينيكال كانت السي باتر ايربشن كده. فدي السي باتر ايربشن بابيلر ايربشن موجوده في الباتنج سوت اريا، انما دي في رجليه تقولي لا ده كان عايم في ميه عذبه، بابيلر ايربشن برضه بس في الاكستريميتيز والحتت اللي لمست الميه. امال ايه بابيلو اريتروديرما اوفوجي اللي هي عندها شير ديك ساين، شير ديك ساين في كده خطوط بالعرض عامله زي ما يكون كان ساند على كرسي والشمس ضاربه فيه، فالحتت اللي هي مكشوفه من الكرسي هي اللي غامقه، الحتت اللي هي في البومز هي فاتحه، فبيسموها ايه؟ تشيك تشير بورد تشير بورد ساين، دي هي اسمها كده، اسمها ايه؟ تشيك ديك تشير ساين، اللي هي خطوط كده بالعرض فاتحه.
ديك تشير ساين يعني الكرسي بتاع البحر بيبقى مخرم كده بالطول، قصدي بالعرض، فهو عنده الحكايه دي بالعرض كده فاتح والباقي غامق، فدي اسمها باب الاوريثيما اوف اوفوجي ديفرنشال دايجنوزس لام اف، لان بيبقى عنده برضه بلوريتك ليجن. الكونتاكت الرجيك درماتايتس ده للكروميوم صح ولا دي للنيكل؟ النيكل، الكروميوم قلنا بتاع الحساب. طيب ايه الفرق بين الكونتاكت الرجيك والكونتاكت ايرتانت؟ ايرتانت يعني اتحرقت، فدايما تعرفي ان فيها بين، انما الالرجيك لا، ده تايب 4 هايبر سنسيتيف ريكشن، فدايما في بروريتس وبوزيتيف اللي هي باتش سكان تيست. طب اويد اويد ديزيز بيقول لك انها بتيجي في اليهود وبتبقى ديسكويد لوبا ديسكويد اكزيما ومنتشره وما بتستجيبش ابدا للعلاج، بنسميها اويد اويد ديزيز، انما لو استجابت واحده بس دي اسمها ديسكويد اكزيما. دي اسمها الانكونتيننشال بيجمنتا، برضه فيها ايزينوفيليا اللي هي بابكي بايزينوفيليك فاشايتس، دي واحده من النان جرانيوماتس اللي هي انكونتيننشال بيجمنتا. شو مليانه ايزينوفيلز ازاي؟ دي اكس لينك الدوميننت في ميل اونلي، الميل بيموت انترا يوتراي، دي اسمها البولس من فيجويد. لو خدتي العينه هتلاقي فيها بابيلاري مايكرو ابسس وفي زينوفيل بالبولس من فيجويد، ادي بابيلاري مايكرو ابسس موجوده او منتشره جدا في الديرمز وفي البابيلاري ديرمز الايه الزينوفيل في البولس من فيجويد. الزينوفيليك فاشايتس اللي هي شالمان ديزيز، الزينوفيليك فاشايتس بتيجي في الفاشيا وليس في الديرمز ولا في الابيديرمز، بتيجي في الفاشيا، فالايزينوفيليك فاشايتس بتبقى مليانه ايزينوفيل، لا بتاثر على الابيديرمز ولا بتاثر على الديرمز، بتاثر على الفاشيا اللي فوق العضله، فتعمل ايه نوع من انواع الايه الدامبلينج كده على السكان بتاع العيان، فدي اسمها اسوشيتد هيماتولوجيكال التريشن، زي الهيموجلوبينوريا، زي الابلاستيك انيميا، زي الاجاماجلوبينيميا، يعني امراض دمويه كلها تؤدي الى الايزينوفيليك فاشايتس. طب الام سي كيو لو حابه تحليهم لوحدك بس هنحل معاكي سؤالين كده وبعدين انا هبعت لكم الفايل محلول وعامله له علامات بالايه بالمستطيلات زي ما انت قلتي لي قبل كده. كوتينيوس ديزيز ذات ريسبوند تو دابسون انكلود اول ذا فولوينج اكسبت، يلا قولي حبيبتي. دي قولي الاسم انا مش سامعه صوتك. ايوه البابلا اكروديرماتايتس بتشايلد، ليه اسمه ايه المرض ده؟ اسمه ايه المرض ده؟ فتسألته على التليجرام جاينوتي كروستي، الجاينوتي كروستي سندروم دي اللي هي بابلر اكروديرماتايتس، نتيجه فايرال انفكشن بتيجي وتاثر على البيبي، بتبقى عاده في الاطفال بابلر راش وبلستر، بتبقى ممكن يبقى في مايل جاينوتي كروستي تمام، بتيجي الاطفال الصغيرين نتيجه سيستميك فايرال انفكشن. طيب اذر نيم اوف جاينوتي كروستي اللي هي بابيلو فاسكولار اكروديرماتايتس تشايلد هود او الانفانتايل بابيلر اكروديرماتايتس او اكلو درماتايتس بابيلوزا انفانتم او بابيلر اكروديرماتايتس تشايلد، بس احنا بتوع الجلد ده فاضيين يعني فعمالين نجيب اسامي كتير، بنسمي اسامي دلع كتير قوي للايه للمرض الواحد، قال يعني الجلديه صغيره ان هم عايزين نجي نكبرها. الفايرال انفكشن كان كوز باي بابيلر اكروديرماتايتس تشايلد هود، مين هو؟ هم دول هيباتيتس بي، اشتنبر فيروس، سيتوميجالو، انتيرو فيروس زي اللي هي الايه بيكورنا فيروس زي الكوكساكي والايكو فيروس خلاص، وبرده ريسبيراتوري سنسيتيال فيروس. طيب تشايلد هود بريزنت هاي فيفر ستروبيري تانج يونيلاترال لينفادينوباسي بوليمورف اكزانسيما انجكتد كونجنكتيفا وذ اكرال اريثيما اند سكين ديسكومشن، دي حاله ايه؟ الحاجات اللي ما قلناهاش كواساكي، اديني بقولها لكم في الام سي كيو، دي كواساكي، حاله كواساكي لما بيبقى عنده لاترال لينفادينوباسي وعنده ستروبيري تانج وعنده بوليمورف اكزانسيما وانجكت كونجنكتيفا ده اسمه كواساكي. يبقى الستروبيري تانج احنا قلناها في ثلاث حاجات، قلناها في السكارلت فيفر في الكواساكي سندروم وستروبيري كمان جم بتاعت الفيجنر جرانيولوماتوز. قولي لي بنسبه قد ايه الكورونا بتتاثر في حالات الكواساكي؟ احفظيها صم، نسبة 25% ربع العيانين بيجي لهم انيوريزم في الكورونري ارت، هو ده الكواساكي ديزيز، هو ده الوصف بتاعه، فجبت لكم على شكل اسئله خلاص، فانت كملوها بقى هتبقى الدنيا سهله. الحاجات اللي ما عرفتش اجيبها واشرحها في المحاضره دي شوفي اديكي شايفه قعدنا كام ساعه؟ بقى لنا بتاع 10 ساعات عشان نخلص المحاضره دي.
كتير قوي. فحاولي الحاجات الديفكتيف زي مثلا الاكيوت ايديما والهيموراجيك ايديما اوف انفانسي، لو سمحتي اكتبوا الجدول وبعتهولي. اللي بيسمع المحاضره دي يا ريت يكتب يعمل مقارنه ما بين الاكيوت هيموراجيك ايديما اوف انفانسي والايه والهناكشن، لان انا ما لحق يعني ما فيش وقت ان انا اقولها، انتوا اللي تقولوها بقى. بس احنا قايلين ان هي نوع من انواع النيتروفيليك فاسكولايتس، فالمفروض انتوا تجاوبوا على الاسئله عشان ايه تستفيدوا اكبر استفاده من المحاضره. جود لك يا دكاتره، هبعت لكم دلوقتي حالا البي دي اف والتسجيلات. السلام عليكم.